ندوزو اختي دابا لطريقه تجفيف العنب بالزبيب. اييه الزبيب. اييه كنحاولوا نجيبوا ننشلوا داك العنب اللي ما فيهش العظم. من بعد تنغسلوه مزيان وتيتسقطر من الماء وتنمسحوه. من بعد تنسرحوا واحد المنديل كبير يعني ازار يكون يكون ديال القطن. اييه باش يشرب لينا داك الماء. وتننفشوا كيما قلت لك في بلاصه تكون مشمشه، تنسرحوه مزيان وتنغطيوه بإزار يكون رقيق باش هذاك العنب ما يتأثرش لينا بداك الاشعه ديال الشمس. وفي نفس الوقت يدخل ليه داك الحراره ديال الاشعه ديال الشمس. ومن بعد خليوه حتى ينشف لينا مزيان واحد نهار يومي على حسب الشمس، حتى نشوفوا راه صافي كرم لينا ونشف مزيان، تندهنوه واحد الدهنه خفيفه بالزيت وتنخبيوه وقت ما احتاجينا راه تنجبدوه. واخا بالنسبه باش نحضروا البرقوق، برقوق جفيف البرقوق. اييه غادي ناخذوا البرقوق الكميه اللي بغينا، غادي نغسلوه مزيان ونخليوه حتى ينشف بالماء ولا نمسحوه مزيان. وتناخذوا اللاطا تنسطفوا فيها هذاك البرقوق في كل فران سخون مزيان، تندخلوه الفران غير تيبان لينا تنفخ تنطفيو عليه البوطه. وغير ملي تنطفيو عليه راه هو داك النفوخ يمين تيتنفخ مزيان، ما نخليوش يتفرقع، الا تفرقع راه غادي يسيح لينا داك الماء اللي فيه وغادي يولي حتى غادي يخسر لينا، غير يبان لينا تنفخ مزيان نطفيو عليه. اييه ملي تنطفيو عليه هذاك النفوخيه تيرجع تيهبط وتيتكمش لينا. صافي تنخليوه هكاك، اما نخرجوه الشمس ولا نبقاو مره مره فين ما نطيبوا الخبز والفران ندخلوه غير في السخونيه. اييه حتى تيبس لينا حتى هو ويكرم، تندهنو حتى هو دهنه خفيفه بالزيت وتنخبيوه في المجمد وقت ما بغينا راه تنجبدوه. اييه واخا هذه بالنسبه للبرقوق ان شاء الله. اييه تفضلي. مفهوم اختي؟ مفهوم.